سايت بحيث ان احنا يبقى عندنا ويب سايت تفاعلي نقدر من خلاله ان احنا نتفاعل مع المستهلك ونقدر نوفر المعلومه للمستهلك كحمايه اكثر. النهارده باذن الله احد صور هذا اللقاء والاحتفاليه ان احنا نطلق الويب سايت الجديد اللي احنا تم بدعم من الاتحاد الاوروبي وتمويل من الاتحاد الاوروبي ان احنا هنبقى فيه هنبقى نوريه حضراتكم على السكرين هنا ازاي ان هو شغال، بالاضافه ان احنا عندنا النهارده لاول مره هنطلق اللي هو السمارت ابلكيشن اللي احنا هنحطها على السمارت فونز زي الاندرويد. عندنا هيبقى كل من هو معاه تليفون اندرويد هيجي له رساله النهارده هينزل واحنا قاعدين هينزل الابلكيشن بتاع قياس حمايه المستهلك من هذا اللي هيكون من هذا الابلكيشن اللي انت هتقدر لحضراتكم وكل من هو من المستهلكين على مستوى جمهوريه مصر العربيه هيقدر ان هو ينزله هيعرف ايه اخر الاخبار اخر التحذيرات اخر اللي هي الانباء ايه النصائح اللي هي تهمه كمستهلك. وفي نفس الوقت هيبقى عندنا قسم للشكاوى بحيث ان هو هيقدم الشكوى بتاعته وهياخد رقم، الرقم ده هيقدر ان هو يتابع الشكوى على اعلى مستوى قد يكون مش مطبقه حتى في العديد من الدول المتقدمه في العالم. عندنا الحقيقه في قطاع التجاري بنمثل الاداره باعتبار الاداره سيمبل تكنولوجي، التكنولوجيا البسيطه ما فيهاش حاجه، فتره استرداد بسيطه جدا بتوفر لنا مليون تقريبا، والتكييف طبعا سيس ده بالنسبه احنا مهتمين بالتكييف. على هذا الاساس انه ركزنا على الاضاءه باعتبار ان احنا بنوفر في الطاقه الكهربائيه باستخدام اللمبات الدائمه. حمايه المستهلك اصبح لغه موجوده في يعني ادبيات الحوار ما بين المواطنين، وزي ما قال اللواء عاطف يعلوك في كلمته ان حمايه المستهلك تكفينا ان هي اصبحت في بعض الاحوال بتردع عن الشكوى لحمايه المستهلك، يعني لو وصلنا بالجهاز وتواصلنا بدرجات معينه الى ان في بعض الاحوال في بعض الاماكن ما بنضطرش ان احنا نشتكي لجهاز حمايه المستهلك، ولكن بنكتفي بنقول لو ما خلصناش ده انا هشتكي لحمايه المستهلك. ان احنا بنحتفل باليوم العالمي لحمايه المستهلك، بنحتفل بيه من خلال جهاز حمايه المستهلك التابع لوزاره التموين والتجاره الداخليه، لكن الرساله الاهم ان رعايه رئيس الوزراء لهذا الامر بتقول ان احنا كحكومه في بؤره اهتمامنا بالمستهلك، والمستهلك يعني كل الناس لان هو كل مواطن هو مستهلك بطبيعته وده امر مهم جدا. الحاجه الثانيه ان في رساله مهمه الان ان احنا بنتحرك وبقوه في فتح منافذ جديده لحمايه المستهلك يمكن بيصل لست منافذ بعد ما كان حمايه المستهلك في مكتب واحد موجود في القاهره فقط، احنا رحنا في الصعيد وفي الدلتا وفي اسكندريه ومتوسعين. اطلق اليوم الان يعني تطبيق على اجهزه التليفون الذكيه لحمايه المستهلك علشان جزء كبير جدا من حمايه المستهلك بيعتمد على التواصل، واحنا وجهنا ان دور حمايه المستهلك يكون دور توعوي يعني يدي نصيحه للمواطن عشان يعرف حقوقه، لان جزء كبير جدا من اهدار حق المستهلك في انه مش عارف حقه اساسا هو ايه. الحاجه الاخرى اللي بنتكلم عليها ان احنا بنتكلم على حمايه المستهلك في توفير اساسيات حياته، يمكن كان معانا الدكتور شاكر وزير الكهرباء وانا بنتكلم على ان احنا اهتمينا كحكومه في المرحله الحاليه بتوفير اساسيات زي الكهرباء اللي كانت بتتقطع بشكل كبير جدا. احنا في مصر مفهومنا لحمايه المستهلك لازم يبدا من الاول، يبدا باساسيات المواطن.